بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل باقي شرح الهيكل. أول حاجة عندنا صفحة 271، هي كذا صفحة مع بعض لأن هو عايز تعريفات معينة، فهي التعريفات اللي عايزها هنقولها كلها مع بعض كده بقى، وانتوا طلعوها من الصفحات عندكم. أول تعريف عايزه هو الطراز الجيني، وتاني تعريف الطراز الظاهري. الطراز الجيني ده هي الأليلز اللي هو بتمثل الصفة، يعني الأليلات. لو احنا مثلا بنمثل الصفة السائدة بلون أصفر، مثلا اللون الأصفر في البازلاء لون سائد، فبنمثله بواي كابيتال واي كابيتال أو واي كابيتال واي سمول. الاتنين دول اسمهم طراز جيني. وكذلك اللون الأخضر في النبات البسلة واي سمول واي سمول، ده كمان طراز جيني. فيبقى كده احنا عندنا ثلاث طرز جينية مختلفة. اما الطراز الظاهرية بقى فهي الخصائص او الصفات المظهرية الناتجة عن الأليلات. يعني الأليل ده بينتج لون اصفر، يبقى اصفر ده اللون او الطراز الظاهري، ده كمان اصفر، ده طراز ظاهري، ده اخضر، يبقى ده كده برضو طراز ظاهري. يبقى عندنا ثلاث طرز جينية وطرزين فقط مظهريين أو ظاهريين، اللون الأصفر واللون الأخضر. ده كده أول تعريفين، طراز جيني وطراز مظهري. عايز الصفة المتنحية والسائدة والارتباط، ارتباط الجينات. الصفة السائدة هي الصفة لما زوج الواي كابيتال مع الواي كابيتال، لون الاصفر مع البسلة لونها اخضر، فالناتج الجيل الاول اللي ظهر كله كان كله بيحتوي على لون اصفر. فبالتالي طالما الجيل الاول F1 بيحتوي كله على صفة معينة، يبقى الصفة دي هي الصفة السائدة. هيبقوا هما الاربعة واي كابيتال واي سمول، ده كده طراز جيني للطراز المظهري اللون الاصفر. يبقى دي الصفه السائده. الصفه السائده هي اللي ظهر، الشكل اللي ظهر في الجيل الاول كله F1. الصفه المتنحيه هي الشكل اللي طمس في الجيل الاول، يعني هنا ما ظهرش خالص في الجيل الاول، ما ظهرش لون اخضر، يبقى الاخضر هنا متنحي، طمس في الجيل الاول، ما ظهرش عندي خالص في الجيل الاول. يبقى الصفة السائدة هو الشكل اللي ظهر في الجيل الاول F1، والمتنحي هو الشكل الذي طمس في الجيل الاول اللي هو F1. كان عايز تاني تعريف الارتباط او ارتباط الجينات. ارتباط الجينات، الجينات بقى اللي موجودة قريبة من بعضها على الكروموسوم اسمها جينات مترابطة. يعني احنا عندنا جينات زي ما قلنا، ادي الكروموسوم بيتوزع عليه جينات، الجينات دي هي المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية. فالجينات دي، الجينات القريبة من بعضها اسمها جينات مرتبطة. الجينات المرتبطة دي بتنتقل معا اثناء تكوين الامشاج. يعني لما يجي يتكون امشاج عندنا، الصفات او الجينات المرتبطة دي بتنتقل مع بعض كوحدة واحدة. يعني هو جايب لنا مثال، ادي ال A وال B، ده مثال لجينين قريبين من بعض او جينين مرتبطين، وال A small B small برضو مثال للجينات المترابطة. فهنا الكروموسومات حصل لها انفصال، فهنا اجا كروموسوم وهنا كروموسوم، فالجينات المترابطة برضو انتقلت مع بعضها، تمام. بعد كده لما حصل الانقسام المنصف الثاني، الجينات انقسم، الكروموسوم انقسم لكروماتيد، كل كروماتيد راح بنفس الجينات المترابطة، ما انفصلوش عن بعض، فادي نفس الجينات لم يحدث انفصال. فان ارتباط الجينات، اول حاجة الجينات التي يقع بعضها قرب بعض على الكروموسوم اسمها جينات مترابطة وتنتقل معا اثناء تكون الامشاج، وده استثناء لقانون التوزيع الحر لمندل. يبقى ارتباط الجينات ده استثناء لقانون التوزيع الحر، لان الجينات المترابطة مش بتنفصل بشكل مستقل. تمام. بعد كده هو عايزنا نوظف
جدول بانت او مربع بانت في التهجين لصفة واحدة والتهجين لصفتين. فتعالوا نعملها لصفة واحدة، يعني عايزنا نوزع الأمشاج في جدول بانت. فهو المثال اللي عندنا في الكتاب، لو هو مثلا عندنا صفة ثني اللسان، لو حد بيعرف يثني لسانه فدي كده صفة سائدة. عدم ثني اللسان صفة متنحية. فهو قال هيتم تزاوج آباء ليهم صفة ثني اللسان ولكن هجينة. يعني ايه هجينة؟ يعني مش نقية، يعني ما الأليل ما تكونش شبه بعضها، لا يكون قليل سائد وقليل متنحي. يبقى كده هم عندهم صفة ثني اللسان ولكن هجينة مش نقية. وكمان ادي الأب وادي الأم عندها صفة ثني اللسان. تمام. بعد كده هيحصل انفصال الأمشاج أو قانون الانعزال. هنا حصل انعزال للأمشاج. بعد كده نبدأ بقى نطبق الأمشاج دي على الجدول بانت أو مربع بانت. عندنا هنا صفتين وهنا صفتين، يبقى نقسم الجدول لاتنين واتنين. أول حاجة هنعمل هنا عشان نكتب بس الأمشاج، نقسم اتنين فوق تمام كده. هنوزع بقى الأمشاج تي كابيتال تي سمول، هنا تي كابيتال تي سمول، نشيلها بره المربع كده. هنا الذكر وهنا تحت الأنثى. تمام. فالتوزيع هيتم ازاي؟ هناخد المشيج الذكري مع مشيج أنثى تي كابيتال تي كابيتال، وهنا اللي فوق كده مع اللي جنبه تي كابيتال تي سمول، وهنا كذلك اللي فوق مع اللي جنبه هنا تي كابيتال تي سمول، وده مع ده تي سمول سوري تي سمول تي سمول. كده عايزين نطلع من الجدول ده الطرز المظهرية والطرز الجينية. قلنا الطرز المظهرية هي الألوان أو الشكل اللي ظهر لي، ايه الخصائص أو الشكل اللي ظهر هنا. عندي صفتين اللي هي ثني اللسان وعدم ثني اللسان. ادي طالما الاتنين مع بعض حروف كابيتال يبقى هنا صفة ثني اللسان، وهنا كمان طالما في حرف كابيتال يبقى صفة ثني اللسان، وهنا في حرف كابيتال يبقى صفة ثني اللسان. يبقى كام ثني لسان؟ تلاتة. وادي واحدة اتنين سمول مع بعض يبقى عدم ثني اللسان، يبقى هنا النسبة واحد. يبقى نسبة الطرز المظهرية تلاتة ثني لسان الى واحد فقط هو عدم ثني اللسان. نيجي للطرز الجينية. الطرز الجينية قلنا عندنا ثلاث طرز جينية، ادي طراز جيني وادي طراز جيني تاني، نفس يعني الاتنين نفس الطراز، فايه هن يعني هن هيعتبر طراز واحد، وهنا طراز جيني. يبقى ادي ثلاث اشكال او ثلاث طرز جينية. تعالوا بقى نحط النسبة، هنا واحد يبقى هنا واحد، هنا طالعين عددهم اتنين يبقى النسبة اتنين، وهنا واحد واحد، يبقى نحط نسبة الطرز الجينية واحد الى اتنين الى واحد. دي طرز مظهرية ودي طرز جينية. يبقى كده طبقنا جدول بانت على صفة وراثية اللي هي صفة واحدة، صفة واحدة فقط. طيب هو كمان عايزنا نطبقه على عملية التهجين اللي بتتضمن صفتين وراثيتين. ولتكن زي ما هو جايب لنا في الكتاب صفة اللون الأصفر وصفة الاستدارة.
صفة اللون الأصفر سائدة والاستدارة متنحية، والاستدارة كمان دائرة، لكن الأخضر متنحي وصفة التجعيد متنحي. يبقى احنا هنا عندنا صفات، 4 صفات، اللون الأصفر ولون أخضر، صفة الاستدارة يعني البسلة نفسها أو الحبة تكون مدورة، وصفة التجعيد حبة البسلة كده تكون مجعدة مش مستديرة أو مش ناعمة بالقدر الكافي. الأصفر قال لنا اللي هو صفة سائدة، ليه؟ لأنه ظهر كله في الجيل الأول، فهنا الأصفر هنعوض هنمثله ب Y capital والأخضر Y small. الاستدارة سائدة يبقى R capital round R capital، والتجعيد متنحي يبقى R small. طيب عايزين بقى نزوج بسلة صفراء مستديرة مع بسلة صفراء مستديرة زيها، ولكن الصفات هجينة. يعني ايه هجينة؟ يعني مش نقية، يعني الواي كابيتال هيبقى معاها واي سمول كده اصفر هجين، والاستدارة هجينة كمان يبقى ار كابيتال ار سمول كده الصفة هجينة. يبقى هنزوج الصفات الأصفر المستدير الذكر مع بسلة صفراء مستديرة. فيحصل هنا قانون التوزيع الحر، هناخد كده ده مع ده واي كابيتال ار كابيتال، ده تاني مع ده y capital r small، وبعدين ال y small مع ال r capital. أو العكس، وال y small كمان مع ال r small. هنا طالما يعني نفس الصفات يبقى هيبقى نفس الأمشاج اللي طالعه، واي كابيتال ار كابيتال، واي كابيتال ار سمول، واي سمول ار كابيتال، واي سمول ار سمول. نطبق بقى مربع بانت، نمسح عشان نعرف نرسم بس المربع. هنا 4 أمشاج ذكرية وزيهم كمان 4 أمشاج أنثوية، فهنبدأ هنا نوزع واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال واي سمول ار سمول، 4 أمشاج. يبقى هنا قسمت الجدول 4 وهقسمه هنا كمان 4، 1 2 3. اوكي نكتب نفس الأمشاج هنا واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال واي سمول ار سمول. نبدأ بقى نوزع، ادي المشيج الذكري وادي المشيج الانثوي. تمام، مشيج ذكري مع انثوي، بس ايه، هنضم تاني الاليلز مع المتشابهه مع بعضها، يعني الواي كابيتال هناخدها مع الواي كابيتال والار كابيتال مع الار كابيتال وهكذا. طيب تيجي نوزع في النقطه دي في الجدول ده، ادي واي كابيتال مع واي كابيتال، ادي ار سمول مع ار كابيتال، يبقى نكتب الكابيتال الاول وبعدين السمول. ماشي، تعالوا ناخد بشكل عشوائي هنا، فهنجيب اللي فوقيها هنا واللي جنبها هنا ونبدأ نوزع واي سمول واي سمول ار كابيتال ار كابيتال. طيب تعالوا ناخد المربع ده مثلا، ناخد اللي فوقه ونطلع كده فوقه هنلاقي ده، ونمشي جنبه هنلاقي ده، يبقى نوزع
واي كابيتال، واي سمول، ار سمول، ار سمول. ناخد ده هنا اللي فوقيه وهنا اللي جنبه، يبقى واي سمول، واي سمول، ار سمول، ار سمول. تمام. لو كملنا باقي الجدول بقى هنلاقيه بنفس الشكل ده، هنلاقي عندنا طلع اربع طرز مظهرية. اللي هي ايه الطرز المظهرية اللي طلعت عندنا؟ اصفر مستدير، واصفر مجعد، وبعدين اخضر مستدير، واخضر مجعد. يعني ده كده الاتنين واي سمول يبقى لونه اخضر، وار طالما في ار كابيتال يبقى مستدير، هنا طالما في واي كابيتال يبقى لونه اصفر، والاتنين ار سمول يبقى مجعد، هنا كله كابيتالات يبقى اصفر ومستدير، وهنا برضو اصفر مستدير، وهنا الوحيده بس اللي اخضر مجعد. الاتنين صفه متناحيه. طيب النسبه كام؟ هنا تسعه، تسعه طلع لي هنا في الجدول لو كملناه هنلاقي تسعه طراز مظهري اصفر مستدير، وتلاتة اصفر مجعد، وتلاتة اصفر مستدير، اخضر مستدير، وواحد بس اخضر مجعد. يبقى نسبة الطرز المظهرية 9 3 3 1. تمام. ده كده صفحة يعني 274، 273، و274، و276، كل دول في الهيكل خلاص شرحناهم. كان عايز الشكل 11 ده اللي هو قانون التوزيع الحر للأمشاج اللي احنا عملناه لما زوجنا المشيج واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار سمول. فلما قصدي لو جينا نوزع الأمشاج عملنا لها بقى توزيع حر، فهنا راح مع هنا واي كابيتال ار كابيتال وهكذا، فطلع لي الاربع امشجه دول اهو زي ما هو عامله هنا. ادي الواي كابيتال واي سمول وار كابيتال ار سمول. هيكون بقى الامشاج ازاي؟ الواي كابيتال ار كابيتال، واي كابيتال ار سمول، واي سمول ار، ار كابيتال واي سمول ار سمول، زي ما احنا طلعناهم في تزاوج الصفتين او تهجين ثنائي الصفه. طيب بعد كده هو عايز ايه؟ خرائط الكروموسومات. خرائط الكروموسومات عايزين منها ايه؟ عايزين منها اللي احنا نكون عارفين ان عملية العبور بتحدث في الجينات البعيدة، تمام، اكتر من حدوثها في الجينات القريبة. يعني لو جينات قريبة وجينات بعيدة فهي عملية العبور بتحصل في الجينات البعيدة بنسبة اكبر من الجينات القريبة. ده سؤال ممكن يجيب لكم اي رسمة بقى، اي رسمة للخريطة الكروموسومية. هنا مشيج، وهنا مشيج، وهنا مشيج، وهنا مشيج. فهنا مثلا واي ودبليو وار واس، اي حروف. فانا يقول نسبة، يسأل بقى من سؤال من الخرائط الكروموسومية، يقول تحدث عملية العبور في الجين انهي، ممكن يجيب بقى اختيارات. عملية العبور النسبة الكبيرة او الاحتمال الاكبر بتحدث ما بين واي ودبليو، ولا واي وار، ولا واي واس، ولا دبليو ار. فطبعا هناخد ابعد جينات عن بعضها، وهي دي اللي هيحدث فيها عملية العبور بنسبة كبيرة، ابعد جينات الواي والاس، يبقى هنختار الواي والاس. لكن لو جاب السؤال احتمالية ضعيفة ان هي يحدث عبور ما بينهم، يبقى الواي والدبليو، يبقى اكتر نسبة او اكتر احتمالية تحدث فيها عملية العبور هي الجينات البعيدة عن بعضها. اخر جزء عندنا في صفحة 278 او 279، تعدد المجموعات الكروموسومية. احنا عارفين ان الانسان واغلب الحيوانات ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N، تمام.
نادر جدا لما حيوانات يبقى تبقى اكتر من مجموعتين كروموسوميتين، يعني تبقى اكتر من يعني ما تكونش ثنائية المجموعة الكروموسومية، بيبقى نادر. ولو حصل ده في الانسان، لو في انسان كان متعدد المجموعة الكروموسومية يعني اكتر من 2N، ده اصلا حالة بتؤدي للموت خلاص، يعني مفيش انسان ممكن يعيش بتعدد المجموعة الكروموسومية. طيب لكن ايه بقى اللي بيحصل في تعدد المجموعة الكروموسومية؟ هو النبات. فكده النبات عندنا بيحصل فيه تعدد المجموعة الكروموسومية، ممكن نلاقي نبات زي القهوة 4N، نلاقي نبات 8N، نلاقي نبات 6N وهكذا. فتعدد المجموعة الكروموسومية دي بتميز النبات وتخلي فيه خصائص مرغوبة فيه، وغالبا بيتميز النبات ده بصلابته وحجمه الكبير، فالمزارعين بيستهدفوا النباتات المتعددة المجموعة الكروموسومية دي عشان صفاتها المميزة دي، زي أغلب الحاجات اللي بنستخدمها يوميا زي القمح 6N والشوفان 6N والقصب السكر 8N والقهوة 4N والفراولة حوالي 8N. ده معنى تعدد المجموعة الكروموسومية. يبقى تعدد المجموعة الكروموسومية هو وجود مجموعة إضافية واحدة أو أكثر من كروموسومات الكائن الحي، تمام؟ يعني مثلا الكائن الحي ثلاثي المجموعة الكروموسومية يبقى عنده 3N، ده سداسي المجموعة الكروموسومية، ده ثماني المجموعة الكروموسومية، وده رباعي المجموعة الكروموسومية. كده يبقى خلصنا الوحدة التانية من الهيكل، وحدة التكاثر الجنسي، كده ختمناها بالهيكل كله الحمد لله. إن شاء الله المرة الجاية بقى نبدأ بالوحدة الأولى، ونبدأ نشرحها عن طريق الهيكل. شكرا جدا، مع السلامة.